السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم في قناه بروسوفت. فيديو من التقنيه ان شاء الله النهارده هيبقى اخر درس من دروس سي بلس بلس نتورك بروجرامنج. ان شاء الله النهارده معانا ازاي تخلي السيرفر بتاعك ياخد كذا اتصال من كذا كلاينت في كذا قصدي في نفس الوقت. اولا كده لازم تعرف حاجه معينه, يعني حاجه هي بسيطه قوي, يعني ان في حاجه اسمها الفيكتورز. دي حاجه الفيكتورز دي هنستخدمها ان شاء الله في الدرس ده, لازم تكون فاهمها كويس. هي يعني مش صعبه قوي, يعني هي عباره عن ايه, عباره عن اري. خلال الفيكتور دي انت بتقدر تعمل اري بس من غير ما انت تقدر تديها حجم. حجم ليه؟ يعني مثلا في الاري في السي بلس بلس لازم تديها حجم مثلا 5 اليمنت 6 اليمنت كام 10 اليمنت مثلا. لا, في الفيكتور عادي ممكن تعلن عنها من غير ما تديها اي حجم خالص. بتعلن عليها عن طريق تكتب فيكتور بعد كده التايب ده الانت او السترنج ده النوع الاليمنتس اللي بجوه اللي بتبقى جوه الاليمنت في الاري بتاعه الفيكتور, وتكتب هنا نوع اسم الكان او اسم المصفوفه قصدي الماي فيكتور. هنستخدم بس الدالتين دول النهارده مثلا معانا في الشهر بس, اللي هي ماي فيكتور دوت بوش اندرسكور بيج. ده بتدخل قيمه للاري بتاعتك. تاني ده اللي معانا اسمها ماي فيكتور دوت سايز, دي بترجع لك قيمه بعدد الاليمنتس الموجوده جوه الاري. يعني مثلا لو جواها 10 بترجع لك 10, طبعا بترجعها بصيغه انت طبعا. بس هو ده بس المفروض تعرفه. ان شاء الله نشرح الفيكتور المره الجايه ان شاء الله. نروح كده للمحرك بتاع الكود بلوكس بتاعنا. زي ما احنا شفنا في حاله السيرفر عملناه, وفي حاله الكلاينت اللي فاتت شغلنا والاتصالات كويسه. نفس الحكايه برضو هنا, بس الفرق اللي احنا هنستخدم ايه, مكتبتين, مكتبه الفيكتور زي ما احنا قلنا هنا, ومكتبه الثريد. مكتبه الثريد دي معظم الناس عارفاها انها بتشغل كذا داله مع بعض. يعني انت ايه, يعني بدل يعني انت في المعتاد ان الداله تشتغل لغايه ما تخلص, بعد كده بتشغل داله ثانيه. مثلا انت عملت داله وعلنت عن دالتين, لما تيجي تشغلهم بتشغل الداله الاولانيه لغايه ما تخلص, بعد كده بيشغل الداله الثانيه. في الثريد لا, ممكن تشغل الدالتين مع بعض ويشتغلوا هما الاثنين مع بعض. في الجلوبال, في الحته الجلوبال دي بنعلن عن اري اسمها كلاينتس. دي الكلاينتس اللي احنا هنستخدمها, اللي احنا هنستقبلها قصدي, الكلاينتس اللي احنا هنتصل بيها نحطها في اري عشان نقدر نتعامل معاها. نوعها سوكت, تحط هنا النوع سوكت بنفس الامر اللي احنا كتبناه هنا. ننزل تحت نفس الحكايه برده, احنا مش هنغير حاجه غير في الاخر بس. هنقول هنا سوكت برده نفس الحكايه اللي احنا ده الكلاينت اللي احنا هنتصل بيه. دي عدد الاتصالات اللي احنا هناخدها, يعني مثلا ايه نام اوف كلاينتس ده احنا دلوقتي ايه مستنيين اتصال. اول كل ما بيجي لنا اتصال بنزود على النام كلاينتس دي واحد. ننزل تحت حلقه توال, نفتح حلقه توال, بعد كده نقول كلاينت سوكت ليه اكسبت عشان نستنى اتصال. اول ما يجي لك اتصال ما فيهوش اي اخطاء ننزل تحت نطبع له نيو كلاينت, بعد كده نقول كلاينت دوت بوش اندرسكور باك كلاينت سوكت. دلوقتي احنا بندخل الاري بتاعه الكلاينتس بداله البوش اندرسكور باك الكلاينت سوكت بتاعنا, الكلاينت اللي احنا اتصلنا بيه دلوقتي. عفوا يا جماعه, بندخل الكلاينت سوكت ده الكلاينت اللي احنا اتصلنا بيه بندخله جوه داله قصدي مصفوفه الكلاينتس. بعد كده ننزل تحت هنلاقي ثريد. ثريد هنا دي داله موجوده في مكتبه الثريد اللي احنا استدعيناها, بتاخد اول مدخل الداله اللي احنا هنشتغل بيها, اللي احنا هنحطها لوحدها تشتغل لوحدها جنب المين او يعني تاخد اول ارجيومنت يعني اللي هو الداله اللي احنا هنشغلها. بعد كده اي حاجه بقى بعديها المدخلات بقى اللي انت تدخلها, يعني مثلا انت تدخلها مدخلين تكتب كده كوما صغننه كده وصغيره, وتكتب اسم المدخل اللي انت تدخله له. انا مديها مدخل واحد النوع اندرسكور كلاينتس, بعد كده تكتب دي دوت دي تاتش. ناس فاكره انها لازم تكتب دوت جوين, لا دوت جوين دي عملها زي عمل الداله العاديه. انت بتقول له ايه استنى لما الداله دي تخلص بعد كده روح للداله بعد كده ننفذ الداله الجديده. برضه انت عايز تشغل دالتين مع بعض في نفس الحته, تحط كده دي كده كوبي, مش لازم تحطها كوبي وتحطها بس دوت دي تاتش, يعني شغلها وسيبها وانزل كمل بعديها. يعني ايه؟ يعني هو في العادي بتاع الثريد اللي هو بيشغل الداله بعد كده بيستنى لغايه ما تخلص بعد كده ينزل بقى تحت يكمل بقى الكود. لكن في الدوت دي تاتش احنا بنقول له حط الثريد في حته لوحدها وكمل البرنامج عادي. بعد ما بيحط الثريد في خانه لوحدها بنزود على النام اندرسكور كلاينتس. طب تعالى كده نشوف ايه اللي بيحصل في داله الكونكشن. بتاخد انت نام, نفس الحكايه برده في السيرفر او في الرسائل برده اللي احنا بعتها, هنستقبل من السيرفر من الكلاينتس رساله. الثريد ده لو الكلاينت بتاعنا عمل ديسكونكت ده لو عشان نستقبل منه رساله من تحت هو ال1 ستيت بتساوي ريسف. احنا بنقول له ستيت استقبل من الكلاينت رقم الكلاينت اللي مبعوت لك النم. طبعا الكلاينت دي الداله قصدي الاري اللي احنا بنكتبها. طبعا ايه هو هنا
يعني مثلا اول كلاينت اتصل بينا هيبقى رقمه صفر، بعد كده ايه تاني كلاينت احنا بنزود طبعا واحد، احنا مستنيين الواحد ده يتصل عشان نحطه في الـ في الاري كده. اول كلاينت اتصل معانا هو نمرته في الاري كام؟ زيرو. فاحنا بنبعتها للداله زيرو. فهو بيستقبل من الكلاينتس نم اللي هو الزيرو دي، يحطها في المس. بعد كده نفس الحكايه برضو في استقبال الرساله اللي احنا شرحناها، لو انفايت سوكت، لو الكلاينت عمل ديسكونكت من السيرفر قول له هاز بين ديسكونكت، بعد كده اعمل بريك، بعد كده اقفل السوكت، اقفل قصدي الاتصال اللي بينك وبين ال بتاع ده الكلاينت. لو ما فيش اي خطا، لو ما عملش ديسكونكت اتبع رساله، مش هنعدل اي حاجه في البتاع ده في الكلاينت. هي نفسها برضو هي المشكله، هي بس اللي اللعب كله بيبقى في السيرفر وكده. نعمل رن، ننزل تحت نشغل كده الكلاينت. فين الكلاينت؟ ايوه ده اول كلاينت كونكتد تو سيرفر. نشغل الكلاينت الثاني، نفس الكود يا جماعه، نفس الحكايه، ما فيش اي اختلاف. انا خدت بس الكود بتاع الكلاينت اللي احنا كتبناه حطيته في بروجكت تاني عادي. ده السيرفر بتاعنا وده الكلاينت. تعال كده ايه يعني، عايز احطهم تحت بعض كده. تعال كده نكتب رساله للسيرفر دوت فروم كلاينت زيرو، ده اول كلاينت احنا فتحناه. نكتب كده رساله تانية فروم كلاينت 1، نكتب كده تاني كلاينت 0 كلاينت 1 مثلا. نكتب نقفل كده كلاينت 1، كلاينت 1 هاز بين ديسكونكتد، كلاينت 0 هاز بين ديسكونكتد. بعد كده بيقفل الاتصال بينهم عشان ايه ما يفضلش الاتصال مفتوح، عشان ايه ما يحصلش اي ثغرات او كده للسيرفر بتاعنا. بس كده هو ده كان الدرس بتاع النهارده يا جماعه. ارجو ان يكون درس نال اعجابكم. ده كان اخر فيديو في دوره سي بلس بلس نتورك بروجرامنج. لو عندك اي استفسار عن اي حاجه عن اي دوره، حتى لو في دروس فاتت قبل كده، يعني مثلا ايه مش لازم تكتب في درس السيرفر حاجه، مثلا في استفسار عن السيرفر ممكن تكتبه تحت وان شاء الله ارد عليك. اي استفسار عن الفيديو ده برده سيب تعليق تحت الفيديو ان شاء الله ارد عليك. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.